سي قيس، شنو اللي صار بالضبط؟ يعني بعد رمضان هذا، يعني نهار الاربعاء جاتنا معلومات اللي ثم جماعه من النهضه قرروا باش ينزلوا الامام اللي هو الشيخ رضا الحاج ابراهيم. الشيخ رضا الحاج ابراهيم استاذ في التربيه الاسلاميه متخرج من جامعه الزيتونه، عند بعد الثوره يعني بثلاثه اسابيع تقريبا، عامين قريب، عام ونص على الاقل، يخدم يحاضر في المسجد هذا ويعمل في الدعوه. هو تبع التيار السلفي؟ تبع التيار السلفي، نعم. فيعني قرروا انه يقع ينزلوا، على كل حال هم عملوا يعني زوز عرائض على الاقل المطالبه باش يهبطوا، ثم قرروا باش يستعملوا لك باش ينزلوه بشكل او باخر، يعني حتى لو لازم الامر باستعمال العنف. هذا كان نهار الاربعاء. وامس الخميس وقع اجتماع هنا في المعتمديه، وقع اجتماع مع المرشده الدينيه بحضور اربعه من عناصر النهضه، منهم يعني المتحدث الرسمي باسم حركه النهضه في مكتب ميدون، اللي قال انه حركه النهضه ماش ما دخلهاش في ان تطلع ائمه او تنزل ائمه. ثم اليوم فوجئنا، واصر على كل حال الحضور اللي معاه على انه يقع انزال الامام. يعني اليوم فوجئنا بانه يقع اصدار قرار من طرف الولي، يعني على بعلم من الولي، من طرف شو اسمه هذا المرشد الديني، الوعظ الديني، لانه الوعظ الديني او المرشد الديني في السوق هو اللي يجي ويعمل الخطبه في مسجد الرحمن. وهذه يعني كانت مفاجاه، وكتبوها في ورقه ومعلقينها، وما غير مشاوره الامام اصلا، ما تعلموش بها اصلا. كانت مفاجاه الحق. كنت انا امس اتصلت بالمجتمع المدني، طيارة المجتمع المدني، كلمت في الموضوع هذا، كذلك اتصلت بالمنطقه نتاع الامن في السوق. اليوم جت الشرطه، مش عارف عاد بسبب الاتصال بتاعنا او بقرار من الوالي، جت الشرطة، يعني كانت حضور كثيف، ثم على الأقل زوز باقات خلاف الدوريات المدنية. أمني احنا تو قدام جامع ميدون تقريبا قبل صلاة الجمعة بشوية، معنا شكون الإمام تو؟ الإمام بحول الله تعالى ما يكون إلا خونا رضا، خونا رضا الحاج إبراهيم. وقلت ربي ما تصير حتى شيء، ما تصيرش مناوشات، ما تصيرش والله. يعني شوف، إذا كان باش هما يتصرفوا تصرفات يعني عنيفة ولا حاجة، لا احنا من عندنا احنا شكون هما؟ كلامنا واضح، الطرف الاخر. على كل حال شكون هما الطرف الاخر؟ الان النهضه تدعي انها ماهاش هي اللي قالت هذا الكلام هذا، ولكن الصدمه انه الوالي النهضه موجوده في الاجتماع، النهضه موجوده في الاجتماع اللي معنا تم فيه، اللي معنا باش نحى موجوده في الاجتماع وقال انه ما دخلناش، ولكن انت حضورك في حد ذاته كحزب، يعني رجعنا للتجمع القديم الجديد، هذه مصيبه هذه على كل حال. واليوم الوالي نهضاوي، مشكله. ولكن على كل حال لو انه وقع الاستفزاز من طرف الاخر اللي هو يعني كان من كان النهضه بالعربي الفصيح، ولكن او ازلامها او الجماعات اللي تستنصر بهم، احنا كلامنا لاولادنا واضح، ما ثماش ردود افعال. اعتدوا بالعنف في بيت الله يتفضلوا، علوا اصواتهم بالصياح في بيت الله يتصرفوا، هذا بيت الله واحنا ضيوف الرحمن في بيته. الجامع خذينا قبل صلاة الجمعة ممثل عن السلفيين، تو ناخذ ممثل عن مكتب النهضة بميدون باش يحكي لنا تقريبا شنو اللي صار. سمير، اللي صار هو انه هما قرروا من وزارة التربية بإقامة الإمام هذا، حطوه معاه الأولاد برشا مرات نظرا لمواقفهم المتشددة برشا المطرف برشا في الموردين، ما ثماش حتى تجاوب معاه. اليوم كانت محاولة قرروا انه باش معناها باش قرار من اول هبط فوالا بينزلوا من المنبر وتعويض بواحد من حوم الصوف بإمام واحد اخر، الخطاب نتاعهم معتدلة وعادية، ولكن ظهر انه جات برشا تعزيزات من السلفيين وفي السفرة، والمصلين قرروا انهم يفادوا المواجهة معاه، أجلوها المرة بكرة في الجدار أن تهدأ النفوس أكثر. معناها الجمعة جاية، صلاة الجمعة باش تكون إلى حل وسط يتمثل في استفتاء المصلين تاع الجامع هذا، من هو مع الإبقاء على الإمام هذا ومن ضد الإبقاء على الإمام هذا. وكيفاش تم الاستفتاء هذا؟ كيفاش؟ الاستفتاء باش يتم في صندوق، معناها باش يتحط في وسط الجامع هذاك، وبعد ما تدخل المصلين الكل اللي ساكنوا الباب كي يجوا خارجين الناس كلها تدي برايها. معناها في وسط الجمعة هذه إن شاء الله؟ في وسط الجمعة الجاية إن شاء الله. وان شاء الله باش يكون مهما كان نتيجه الاستفتاء باش يتم العمل بها. باش يتم العمل بها باش يوقفوا عليها الناس كل شيء. شكرا جميل، بارك الله فيك.